مرحبا أنا محمد، وفي هذا الفيديو ستشاهد مقارنة بين أقوى الهواتف من ريلمي وشاومي. هاتف ريلمي جي تي 5 برو ضد هاتف شاومي 14 برو. سعر هاتف ريلمي 475 دولار تقريبا، أما سعر هاتف شاومي 830 دولار تقريبا. وهذه قائمة تحويل الأسعار إلى عملة السعودية والعراق ومصر. موعد نزول الهواتف. الأبعاد والوزن. هاتف شاومي يكون أنحف من هاتف ريلمي. الشاشة. حجم الشاشة متقارب بين الهاتفين، ونوع الشاشة متشابه بين الهاتفين. تتميز شاشة شاومي بالدقة وعدد البكسلات وتدعم ألوان أكثر، أما شاشة ريلمي تكون أكثر سلاسة بالحركة وبأضاءة أعلى. النظام نظام أندرويد 14 مع الهاتفين. الذاكرة. الذاكرة متشابهة الحجم والنوع بين الهاتفين، وكلاهما لا يدعمان بطاقة الذاكرة الخارجية. الأداء. المعالج متشابه بين الهاتفين، وهو يعتبر أقوى معالج أندرويد. البصمة. البطارية. حجم بطارية هاتف ريلمي أكبر، أما هاتف شاومي يكون أسرع شحناً ويدعم الشحن العكسي. مقاومة الماء. هاتف شاومي أفضل في مقاومة الماء والغبار. معلومات أخرى.
يتميز هاتف شاومي بدعم تقنية APTX Adaptive التي تعمل على تحسين جودة الصوت تلقائياً عند الاتصال بالبلوتوث. الكاميرا السيلفي. مواد التصنيع: السعر: أخبرنا أي هاتف يناسبك، ولمشاهدة مقارنات أكثر ادخل إلى قناتنا.